بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن الاناتومي اوف ذا ريتينا. والحقيقه الاناتومي بتاع اي ستراكشر في الجسم كله مهم جدا، غايه في الاهميه. بس انا شخصيا كانت بتقابلني صعوبه في الاناتومي من اول ما بدات سنه اولى كليه، وانتيرو وبوستيرو ولاترال وميديال والكلام ده، ويعني كنت بحاول احفظ معاني الحاجات دي. هو الحقيقه في مشكلتين، يعني في مشكله في الاناتومي نفسه وفي مشكلة فينا إحنا شخصيا. المشكلة في الأناتومي إن هو تدريسه بيدي يعني حقائق كده، يعني مش مفسرة بكلينيكال أبليكيشنز، ودي عيب في التدريس. إن هو بيقول لك الأناتومي أوف ذا ريتنا مثلا إن هي 10 لايرز، إن هي موجودة من فين لفين، إن هي البلاد سبلاي بتاعها كذا، فأنت بتتوه بتلاقي حقائق فاكتس كتير قوي قدامك وانت مش عارف انت بتحفظها ليه، فبتضطر تحفظها وخلاص. ده عيب في التدريس ان هم ما بيقولكش كلينيكال ابلكيشن. هو الاناتومي غايه في الاهميه، لان انا من غير ما اعرف الاناتومي مش هعرف الباثولوجي، مش هعرف الامراض. وبالتالي المفروض اما نيجي ندرس الاناتومي ندرس اهميه الاناتومي اللي احنا بندرسه ده، الكلينيكال ابلكيشنز. هيجي العيب التاني فينا احنا بقى، ان احنا طب انا لو قلت لي كلينيكال ابلكيشنز بتاعه الاناتومي اللي انا بدرسه ده، ما انا اصلا مش هعرف، ما خدتش المرض ده، فمش هعرف أهمية الحاجة اللي أنا بدرسها. عشان كده أنت هتلاقي في أول كل تشابتر مثلا من عندنا من الأوفثالمولوجي هتلاقي أناتومي. اقرأ الأناتومي واسمعه وما تاخدش الموضوع على صدرك قوي، ما تزعلش منه. في الآخر خالص بعد ما تدرس الأمراض اللي موجودة في التشابتر ده عندنا مثلا في الريتنا، هتدرس الديابيتك ريتينوباثي، الهايبرتنسيف ريتينوباثي، الماكيولار ديجنريشنز. بعد ما تخلص الحاجات دي الباثولوجي بتاع الريتنا، ارجع تاني افتح محاضرة الاناتومي واقراها واسمعها، هتلاقي نفسك اكتشفت نقط كتير قوي في الاناتومي انت كنت عارفها او عرفتها واستفدت منها من غير ما تتعب نفسك وترهق نفسك. عشان كده اسمع محاضرة الاناتومي وانت في ايدك مج النسكافيه او معاك البوب كورن بتاعك، وما تاخدش الموضوع على صدرك قوي. وهنحاول نخلي حتى في الشرح بتاعنا نقول clinical applications عشان لما ترجع تاني بقى تسمعها بعد ما تدرس الباثولوجي تلاقي الدنيا سهلة ان شاء الله. في الاناتومي بتاع اي حاجة احنا بناخد الجراس والمايكروسكوبيك اناتومي. الريتنا بتاعتنا دي موجودة فين؟ دي ال innermost neurosensitive layer of the retina، دي الفيلم بتاع الكاميرا بتاعتنا. وهي ال innermost، هو فاكرين ال outermost طبعا، انتوا عارفين كان في sclera هي ال outermost، وبعدين ال uveal tissue هي الميدل، وال innermost هي الريتنا. في حاجة مهمة، فاكت مهمة أو جميلة ظريفة جدا عن الريتنا. الريتنا هي أكتر تشو في الجسم بيستهلك أكسجين، even more than the brain. طبعا إحنا بنتكلم in relative to the surface area بتاعتها. لو بنتكلم على surface area بتاعت الريتنا، هي بتستهلك أكسجين أكتر من البرين شخصيا، عشان الريتنا بتاعتنا شغالة باستمرار ما بتقفش، وصور high definition، صور ملونة بتتلقط وبتتبعت للبرين عشان نشوف. الريتنا دي موجودة فين بقى؟ عرفنا ان هي الـ innermost layer، هي موجودة من اول الـ optic disc posteriorly، من ورا خالص الـ optic disc اللي هو في الاخر هيجمع الفايبرز بتاعت الريتنا دي ويبعتها في الـ visual pathway، و anteriorly بتنتهي عند حاجة اسمها aura serrata. ايه aura serrata؟ ترجمتها aura يعني فم mouth، serrata يعني serrated. ليه سموها mouth؟ لان الـ aura serrata اللي هي موجودة هنا اللي انا بشاور عليها بالسهم دي، يعني لو عملنا سيركل كده هتبقى شبه الفم، شبه الماوث اللي هي مدخل الريتنا. وسيراتا لانها سيريتد، هي بتنتهي عند الاند او البيجيننج اوف ذا بارز بلانا اللي هو بتاع السيريري بودي. السيريري بودي يعني نهايه الريتنا عنده بتبقى سيريتد شويه، عشان كده سموها سيراتا. ده انتيريورلي. بوستيريورلي بتنتهي عند الاوبتيك ديسك. طيب ده بدايتها ونهايتها. في يعني structure مهم جدا في الريتنا اللي هو الماكيولا. الماكيولا ده هو اللي انا بشوف بيه السنترال بارت من الفيو اللي انا شايفه، وبالتالي لازم اعرف مكانه فين. هو يعني عباره عن circular area، تقريبا circular، موجوده ما بين حاجه اسمها upper temporal arcade واللور temporal arcade. ايه بقى arcade وtemporal ده؟ الريتنا يا جماعه اما اجي ابص لها انا عايز اعرف انا الاول ببص على العين اليمين ولا العين الشمال.
فاول حاجه ببص عليها الاوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك مكانه فين؟ لو لقيت على يميني في الصوره، يعني انا الكمبيوتر انا قاعد مواجه ليا زي ما هو مواجه ليكوا كده، ادي الاوبتيك ديسك اللي هو السيركل دي اللي طالع منها البلود فيزلز موجوده على يميني، يبقى دي الشبكيه بتاع العين اليمين، دي الفاندس فوتو اوف ذا رايت اي. لو لقيت الاوبتيك ديسك موجود على شمالي الناحيه الثانيه، يبقى دي الفاندس فوتو اوف ذا ليفت اي. يبقى انا عرفت ادي الاوبتيك ديسك وادي طالع منه بلود فيزلز. البلود فيزلز دي هنعرفها فيما بعد، اللي هي الريتينال ارتري والريتينال فين. البلود فيزلز دي بتطلع عامله زي ارش كده، عامله اركيد. الاركيد ده فيه ابر اركيد واللور اركيد، وبسميهم دول تمبورال اركيدز ودول نايزل اركيدز. ايه بقى موضوع تمبورال ونايزل؟ الاوبتيك ديسك موجود على النايزل بارت اوف ذا ريتينا، والفوفيا او الماكيولا كلها موجوده على التمبورال بارت اوف ذا ريتينا. يعني انا هنا دي العين اليمين عشان الاوبتيك ديسك موجود على يميني، وده الجزء النايزل من الريتينا، وده الجزء التمبورال من الريتينا. عشان كده اسمه upper temporal arcade لانه رايح ناحيه temporal part of the retina، وده lower temporal arcade. الجزء اللي ما بين ال upper temporal arcade وال lower temporal arcade ده كله كده اسمه الماكيولا. الماكيولا دي بنرجع نقسمها تاني ل divisions، عشان ال divisions دي مهمه في ال structure بتاعها مختلف عن بقيه ال structure of the retina. احنا قلنا هي موجوده بين ال upper وال lower temporal arcade، موجوده تمبورال للاوبتيك ديسك، هي حوالي 5 to 6 ملم ان دايامتر، وهي بتخدم السنترال بارت اوف فيجن، السنترال 15 to 20 degrees of the visual field. تقسيمتها الفوفيا هي برضو مهم قوي ان انا اعرف هي ليه بتخدم ال 15 to 20 degrees of the visual field، عشان انا بعد كده انا ممكن اما ندرس الباثولوجي اوف ذا ماكيولا انا هبقى عايز اعمل فيجوال فيلد اشوف فيه هل في مشكله موجوده في الماكيولا ولا لا. فعشان كده اما اجي اطلب فيجوال فيلد للماكيولا ما اطلبش مثلا ال 24-2 او ال 30-2 او ال 120، لان دول هيدوني البريفري شويه. لو انا عايز اشوف الماكيولر باثولوجي هطلب حاجه اسمها 10-2. طبعا المفروض احنا درسنا الفيجوال فيلد في الجلوكوما، وبالتالي انتوا فاهمين معنى كلمه ان اقول 10-2 او 24-2 او 30-2. فكوني اعرف ان الماكيولا بتخدم السنترال بارت اوف فيجن، سنترال 15 تو 20 ديجريز، عشان كده اما اجي اطلب فيجوال فيلد وانا بدور على ماكيولا باثولوجي اطلب اقول اللي هيعمل لي الفيلد ده انا عايز 10-2 فيجوال فيلد. الماكيولا دي بنرجع نقسمها تاني لفوفيا، فوفيولا اند امبو. ايه بقى الحاجات دي؟ الفوفيا هي السنترال 1.5 ملم، والجزء كمان السنترال 0.3 5 ملم هي الفوفيولا، واخيرا الامبو هي السنتر اوف ذا فوفيولا. واخدين بالكم من الرقم ده 1.5؟ هو طبعا اما وانت شايف العين على ستيت لامب قدامك او شايف الفندس ما بيبقاش فيه الخطوط والدوائر والكلام ده، وبالتالي انت محتاج جايد عشان تعرف يعني انت فين الفوفيا وفين الفوفيولا والكلام ده. الماكيولا سهله بين الابر واللور تمبرال اركيد. طب الفوفيا قلنا هي 1.5 ده هو نفس الديامتر اوف ذا اوبتيك ديسك، وبالتالي انت بتشوف السنتر اوف ذا ماكيولا السنترال 1.5 اللي هي نفس الديامتر بتاع الاوبتيك ديسك، هتبقى دي هي الفوفيا. وتقريبا نقول تلتها مثلا او يعني خمسها هي الفوفيولا، والنقطه اللي في السنتر هي الامبو. في حاجه بقى اسمها فوفيال ايفاسكولار زون. الفوفيال ايفاسكولار زون هي من اسمها ايفاسكولار، ما فيهاش بلاد فيزلز، هي الجزء اللي في السنتر ده ما بين هنا الخط ده والخط ده، وهي ما فيهاش بلاد فيزلز، هي حوالي 0.6 ملم ان ديامتر with no blood vessels، ودي بتبان في الفلورسين انجيوجرافي زي ما هناخده في الاخر الجزء بتاع الاناتومي ده. زي ما انتم شايفين انا ليه وجعت قلبي وقلت فوفيا وفوفيولا والكلام ده، لان يعني هو لو ده كات سيكشن في الماكيولا، زي ما انتم شايفين كل ما بقرب على الفوفيولا اللي هي السنتر بلاقيها بقى ثين قوي، وبلاقي في تشينجز حصلت في الخلايا اللي احنا هنقولها دي، وبلاقي بلاد فيزلز اختفت. الكلام ده اهميته ايه؟ اهميته ان الفوفيولا دي هي الفيري سنترال بارت اوف ذا فيجوال فيلد، اللي هي بيبقى فيها كراسب فيجن، اللي انا لازم بشوف بيها السنتر اوف ذا فوتو اللي انا شايفها قدامي، سنتر اوف ذا ايمج.
وبالتالي لازم تكون very crisp image, very sharp image, well detailed, عشان كده بيحصل changes هنقولها قدام. احنا كده خدنا الجروس اناتومي. المايكروسكوبيك اناتومي بقى مشهوره جدا ان الريتنا فيها 10 layers وحفظهم سهل جدا. ال 10 layers بتبدا من البيجمنت ابيثيليوم, فوتو ريسبتورز, واكسترنال ليمتنج ميمبرين, وهكذا 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 لغايه ما نوصل للانترنال ليمتنج ميمبرين. الحقيقه حفظها سهولته ان هو الموضوع مرتبط ببعضه وهنرسمه دلوقتي. خلينا بس نشوف الست دي اللي هي كانت بتساعدنا في النيمونكس, اللي هي بتقول لنا السكيمات اللي انتوا بتحبوها, وكانت ساعدتنا في حاجات كتير لو فاكرين في الاوربت مثلا او كده. بس هي هنا الصراحه انا شايفها مش مساعدانه قوي. يعني هي النيمونيك بتاعها ايه؟ A new generation, it's only ophthalmologists examining patients retina. صح, كبيره قوي. يعني انا نفسي ممكن انسى النيمونيك ده واخده اول كل حرف في النيمونيك وربطها باللايرز. هي بتقول لك in new generations it's only ophthalmologists examining patients retina. ده طبعا ده كان قبل الكوفيد 25, مسلسل الكوفيد 25, لان دلوقتي ما بقاش الاوفثالمولوجيست بس هم اللي بيفحصوا الريتنا بتورش عادي زي يوسف الشريف كده وتفحص الريتنا. فيعني حتى النيومونيك ده ما بقاش ماشي دلوقتي معانا. خلينا بقى ايه نرجع لل 10 layers بتوعنا ونشوف بالبلدي كده هنعرفهم ازاي. بصوا, هم اساسا اربع خلايا. لو جبنا السبوره بتاعتنا وحشتنا ننفض عنها التراب ونرسم الاربع خلايا دول. احنا هنبدا من بره. لو رسمنا الريتينال بيجمنت ابيثيليوم اللي هي اول طبقه من الخلايا, الريتينال بيجمنت ابيثيليوم راسيه على بيزمنت ممبرين كده, فاكرينه في الكرويد اسمه بروكس ممبرين. البروكس ممبرين ده هو البيزمنت ممبرين بتاع الريتينال بيجمنت ابيثيليوم, وبترسى عليه الار بي اي اللي هي الريتينال بيجمنت ابيثيليوم, وهي عباره عن كيوبيكال سيلز كده, والسطح بتاعها عليه حاجه اسمها مايكروفيلاي اللي هي الاسنان بتاعتها دي. ودي مهمه جدا المايكروفيلاي دي, عشان المايكروفيلاي دي هي اللي هتعشق فيها الفوتو ريسبتورز. الريتينال بيجمنت ابيثيليوم دي على فكره هي المصنع بتاع الريتنا, هي اللي فيها بيحصل فيها الميتابوليزم بتاع الريتينال بيجمنت بتاع ده الفوتو ريسبتور زي ما هنشوفه بعد شويه. وبالتالي هناخد في الامراض بعد كده اللي بتحصل ان لو حصل خلل في المصنع ده الريتينال بيجمنت ابيثيليوم ده ممكن هيساعد ان يحصل امراض زي ريتينايس بيجمنتوزا مثلا. وكمان الريتينال بيجمنت ابيثيليوم دي الويست برودكتس بتاعتها المفروض بتتصرف تحتها. انا تحت عندي هنا ده البروكس ممبرين اللي هو الجزء من الكورويد, ولو فاكرين تحت البروكس ممبرين كان في لاير كده بلود فيزلز, نجيب اللون الاحمر اهو. البلود فيزلز دي لو ما عملش لون احمر ليه بقى, هنحاول نخليها لونها حمر. ايوه, البلود فيزلز اللي موجوده تحت هنا اللي هي الكوريو كابيلاريز. الكوريو كابيلاريز دي بتاخد الويست برودكتس بتاع الريتينال بيجمنت ابيثيليوم, بيقوم طالع هنا معدي البروكس ممبرين وتاخده الكوريو كابيلاريز وتصرفه في الدم. عشان كده هناخد في حاجه اسمها الايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن, في حاجه اسمها دروزن. الدروزن ده ان الويست برودكت بتاعت الريتينال بيجمنت ابيثيليوم تتجمع بقى هنا, تتجمع تحتها كده هنا وما تتصرفش, وده بيعمل الدروزن. يعني ده ككلينيكال ابلكيشن ليها. طيب نرجع للخلايا. احنا رسمنا اول طبقه من الخلايا اللي هي الريتينال بيجمنت ابيثيليوم, وقلنا ان هو بيبقى كيوبيكال ان شيب, وعرفنا اخدنا برضو شويه فيسيولوجي بتاعه ان هو المصنع اللي بياخد الريتينال فوتو ريسبتورز. ادي الفوتو ريسبتورز مع الشقة فيه بالشكل ده. الفوتو ريسبتورز نوعين, نوع اسمه كونز ونوع اسمه رودز. هي بيبقى لها حاجه اسمها اوتر سيجمنت وانر سيجمنت, وبعدين بتدي النيوكليس بتاعتها هنا كده, وبعدين تطلع الفايبرز بتاعتها بالشكل ده. ادي الكون, والاوتر سيجمنت بتاعتها اللي هي ناحيه الريتينال بيجمنت ابيثيليوم بيبقى عامله زي ديسكس. فيها الديسك, الديسكس دي هي اللي فيها, فاكرين فيتامين اي, فيتامين A اللي هو في الجزر وفي البياض البيض, صفار البيض انا اسف, والكبده اللي هو بنقول مهم للنظر. فاكرين كان مهم للنظر ليه؟ عشان هو موجود هو مهم جدا في تصنيع الاوتر سيجمنت دي
بتاع الفوتو ريسبتورز، وبالتالي الاوتر سيجمنت دي هي المسؤوله عن النظر، هي لما بيقع اللايت ريز عليها بتبدا يحصل فيها كيميكال بروسيس وتطلع السيجنالز اللي هي تمشي في الفيجوال باث واي، وبالتالي اقدر اشوف. ادي واحده تكون كمان، خلي بالك احنا قلنا فوتو ريسبتور قلنا لها اسمين كون ورود. ادي اول واحده اللي هي الكون، ومن اسمها كون عارفين كيمو كونو اللي هو الايس كريم ده شكل كونيكال شيب شويه، انما الرودز هنرسمها بلون تاني. الرودز بتبقى من اسمها رود يعني سلندر يعني طويله شويه، يعني هتبقى رفيعه شويه وطويله عن الكونز. ادي الخليه الثانيه اللي هي الرود، اوتر سيجمنت وانر سيجمنت برضو، والنيوكليس بتاعتها، وبعدين تطلع الفايبرز بتاعتها. ادي الخليه الثانيه، نرسم واحده كمان مع الشقين. واخدين بالكم ازاي هم مع الشقين في الفيلاي بتاعه الار بي اي، وده الكلينيكال ابلكيشن بتاعه. اما يحصل ريتينال ديتاتشمنت بقى، وهناخد اما هتاخدوا ريتينال ديتاتشمنت هتلاقوا الريتينا بتفصل الانر 9 لايرز بيفصلوا عن الاوتر ريتينال بيجمنت ابيثيليوم، وبالتالي الفوتو ريسبتورز دي هتفصل من مايكروفيلاي. طيب انا الريتينال ديتاتشمنت ده لما بيحصل انا برجع اعالجه واعمل فلاتنج للريتينا ارجعها مكانها، و برجع الريتينا مكانها واحطه مثلا جاهز او سيليكون او ايا كان. ستراكشرلي جروسلي انا ممكن ارجع الريتينا مكانها، لكن مستحيل ملايين الخلايا دي اللي هي فصلت من التعشيقه بتاعتها اما كانت مع المايكروفيلاي اوف ريتينال بيجمنت ابيثيليوم، مستحيل ملايين الخلايا دي ترجع تاني مكانها. وبالتالي ما بيرجعش النظر كويس، خاصه لو الماكولا كانت اوف، يعني لو حصل ريتينال ديتاتشمنت والماكولا اوف، فالكونز اللي في الماكولا دي سيبريتد من الريتينال بيجمنت ابيثيليوم. انا ممكن ارجعها مكانها بعمليه واعمل فيتراكتومي واحط زيت سيليكون والاقيها قدامي ريتينا فلات، بس مستحيل كل الخلايا دي اللي فصلت من المايكروفيلاي اوف ذا ريتينال بيجمنت ابيثيليوم ترجع تاني مكانها، وبالتالي النظر بيبقى وحش. عشان كده الناس اللي عندهم ريتينال ديتاتشمنت والماكولا بتاعتهم كانت اوف قبل العمليه بيبقى البروجنوزز بتاعهم مش حلو. طيب نرجع تاني، احنا قلنا اول خلايا اللي هي ريتينال بيجمنت ابيثيليوم، تاني خلايا اللي هي الفوتو ريسبتورز الرودز والكونز، ثالث مجموعه من الخلايا اللي هي الباي بولر سيلز، ومن اسمها باي بولر يعني لها تو بولز. ادي الفيرست بول، وبعدين تقوم النيوكليس بتاعتها جايه كده، وادي السكند بول. وادي النيوكليس بتاعتها هنا كده. الباي بولر سيلز دي بتقوم عامله كونكشن لادي الفوتو ريسبتورز، واخده السيجنالز منها وتقوم بعتاها على طبقه الخلايا اللي بعدها. ادي الاذر بول بتاعها وادي الكونكشنز بتاعها. البايبولر سيلز دي بتقوم في الاخر بتصب عند حاجه اسمها الجانجليون سيلز. ادي الجانجليون سيلز نرسمها كده، وتقوم الجانجليون سيلز واخده من البايبولر دي، واخده مثلا من بايبولر كمان، وتقوم مطلعه اخر لاير اللي هي الريتينال نيرف فايبرز، اللي هي الاكسونز بتاعتها الريتينال نيرف فايبرز دي اللي هي تمشي في على سطح الريتينا لغايه ما تصب في الاوبتيك نيرف هيد وتمشي في الفيجوال باثوي. يبقى احنا خدنا اربع خلايا اساسيين، الريتينال بيجمنت ابيثيليوم والفوتو ريسبتورز والبايبولر سيلز والجانجليون سيلز. الجزء بقى اللي هو عند البايبولر سيلز هتلاقي فيه شويه خلايا ظريفه كده موجوده، حاجه اسمها مولر سيلز. ممكن نرسم المولر هنا كده. المولر دي مهمه جدا، ادي بتبقى عامله كده بتبقى طويله قوي، النيوكليس بتاعتها بتبقى موجوده على نفس الليفل بتاع النيوكليس بتاع البايبولر سيلز، وبعدين الفايبرز بتاعتها طويله كده ماشيه ب يعني الثيكنس بتاع الريتنا كله. ادي الفايبرز بتاعتها. المولر سيلز دي زي ما قلنا النيوكليس بتاعتها موجوده عند الليفل بتاع البايبولر سيلز، وبتقوم باعته
بالعرض الريتنا كده فايبرز هتعمل لنا حاجة اسمها external limiting membrane. من اسمه external يعني هو ناحية انا اسف ده ده external صح external ناحية ال outer part of the retina ناحية ال retinal pigment epithelium limiting membrane يعني عامل limiting للريتنا ماسكها من من بره وبتعمل كمان internal limiting membrane على سطح الريتنا على سطح الريتنال نير فايبر لاير كده. شايفين الخلايا دي عامله ازاي؟ الخلايا دي ماسكه الريتنا محافظه على الكومباكتنس بتاعتها عشان كده الفايبرز دي لما بتتقطع بيحصل حاجه اللي هي في الديابيتك ماكولر اديما اما يحصل اديما بقى وفلويد يتجمع هنا والريتنا يحصل لها سويلنج فبالتالي الفايبرز بتاعه المولر سيلز دي هتتقطع وبالتالي هيحصل حاجه اسمها سيستويد ماكولر اديما وبتبقى كرونيك ما يترجعش الريتنا تلم تاني. فلو لقيت الفايبرز بتاعه المولر سيلز متقطعه كتير قوي في الماكولر اديما ده بور بروجنوزس لان هي اللي محافظه على الكومباكتنس بتاعتها وبالتالي الفايبرز دي لو اتقطعت الماكولر اديما هتبقى كرونيك ومش هتلم. دي اهميه المولر سيلز. في سيلز تانية كتير موجوده في الجزء ده من الريتنا زي حاجه مثلا اسمها هوريزونتال سيلز. سيلز هوريزونتال بالعرض كده. الهوريزونتال سيلز دي بتقوم ماشيه بالعرض وعامله انتر كونكشنز ما بين الخلايا اللي هي موجودة في اللاير دي. على فكرة احنا كده رسمنا ال 10 layers of the retina. ايه هما بقى ال 10 layers of the retina؟ احنا عرفنا الاساس اربع خلايا اللي هما retinal pigment epithelium, photoreceptors, bipolar cells, ganglion cells. وعرفنا ان عند bipolar cells في horizontal cells ومولر cells وفي حاجة تانية زي amacrine cells مثلا. طب ايه هما ال 10 layers بقى؟ هنبدأ من بره خالص. اول layer number 1 اللي هي ال retinal بيجمنت ابيثيليوم. تاني لاير اللي هي الفوتو ريسبتورز اللي هي الاوتر بارت بتاع الفوتو ريسبتورز. تالت لاير اللي هو الاكسترنال ليميتنج ممبرين اللي هو بتاع المولر سيلز. رابع لاير اللي هي دي نيوكليير لاير ودي بنسميها اوتر نيوكليير لاير لان هيجي لي بعد كده حاجه اسمها انر نيوكليير لاير. الكونكشنز ما بتوين الاوتر نيوكليير لاير والانر نيوكليير لاير حاجه اسمها الاوتر بلكسيفورم لاير ادي نمبر 5. نمبر 6 هتبقى الانر نيوكليير لاير والكونكشنز بتاعتها انر بلكسيفورم لاير. نمبر 8 هيبقى الجانجليون سيل لاير اللي هي فيها جانجليون سيلز. نمبر 9 هتبقى النيرف فايبر لاير اند نمبر 10 اخيرا هتبقى الانترنال ليميتنج ممبرين. يبقى انا الخلايا دي سهل او ال 10 لايرز سهل قوي ان انا احفظهم بان انا اعرف رسمتهم واسامي الخلايا بتاعتهم يعني اسهل من النيمونيك ده بالنسبه لي يعني. طيب حاجه مهمه بقى هل انا مطالب بالرسم؟ الحقيقه في الايرا اللي احنا فيها مع وجود الكورونا والامتحانات كلها بت ام سي كيو ما بقاش على مستوى الاندر جراديويت مطالب قوي بالرسم. على مستوى البوست مازال مطالب بالرسم بس انت لو على الاندر جراديويت حتى حفظت الرسمه بتاعتها هتساعدك قوي ان انت تكون عرفت ال 10 لايرز دول. نرجع الدنيا هتمشي بقى اسرع تعرفنا احنا ال 10 لايرز دول. هناخد بقى كل خليه كلام بسيط عن هذا واحنا قلنا الكلام ده واحنا بنتكلم. اما اتكلمنا عن الريتينال بيجمنت ابيثيليوم وقلنا ان هو كيوبيكال ان شيب وان هو ادهرنت للبروكس ممبرين والبروكس ممبرين ده بياخد الويست برودكت بتاعته ويصرفها في الكورويد اللي هي كوريو كابيلاريز. وعرفنا ان الريتنا بيجمنت ابيثيليوم ده هو اللي بيعمل مينتنس او ريسايكلينج للفوتو ريسبتورز. هو بيهضم ياخد الاوتر سيجمنتس دول اما بيحصل لهم بيحصل الكيميكال بروسيس فيها اما اللايت بيقع على الرودز والكونز وتتحلل الاوتر سيجمنت دي ويقوم الريتنا بيجمنت ابيثيليوم يعملها فاجوسايتوزيس يقوم ياكلها ويطلع اوتر سيجمنتس جديده والويست برودكتس ينزلها في الكوريو كابيلاريز. وبالتالي عرفنا لو الويست برودكتس دي لو اتجمعت تحتيه هتعمل الدروزن اللي هو في الاي ام دي. كمان هو مهم قوي ان هو بيعمل ابسوربشن اوف ستري لايت. الريتينال بيجمنت ابيثيليوم من اسمها بيجمنت فيها بيجمنت ميلانين بيجمنت. دي طبقه غامقه موجوده في الريتنا عشان تعمل absorption of stray light. عارفين stray light اللي هو الضوء الشارد وده مش مسلسل ده اسم الضوء اللي هو ملهوش لازمة اللي بيدخل جوه عينينا. احنا بيدخل جوه عينينا ضوء كتير واحنا مفتحين عينينا والبيوبل مفتوحة. الضوء ده انا عايزه يتركز على الفوتو ريسبتورز. طب بقيته اللي هو الشارد منه اللي هو الستري لايت ده
البيجمنت اللي موجود في الميلانين اللي هو موجود في الريتنا بيجمنت ابيثيليوم بيعملوا ابزوربشن عشان ما يعملناش ديستراكشن، يبقى الضوء اللي نازل على الفوتو ريسبتورز بس هو اللي انا بستفيد منه. والحاجه دي استفاد منها على فكره الحسن بن الهيثم اما جه يعمل الكاميرا، اول كاميرا اتعملت ان هو عمل غرفه مظلمه تماما من جوه، احنا عينينا مظلمه من جوه عشان كده اقدر اشوف كويس، والستري لايت ده الميلانين يمتصه وما يعكسنيش في الرؤيه. بتعمل حاجه كمان الريتينال بيجمنت ابيثيليوم، ان هي بتعمل حاجه اسمها اوتر بلود ريتينال بارير. لو جينا نبص على الرسمه دي شايفين البلود فيزلز اللي موجوده هنا اللي هي كوريو كابيلاريز، والبلود فيزلز دي ممكن يطلع منها الحاجات الموجوده فيها زي البلازما وزي السيلز. طيب انا محتاج الريتنا تبقى ريلاتيفلي دراي عشان اللايرز بتاعتها ما تفصلش من بعض وما يحصلش ماكرو اديما زي ما هنشوف في الدايبيتك ريتينوباثي مثلا. وبالتالي في هنا تاي جانكشنز موجوده بتوين الريتينال بيجمنت ابيثيليوم. التايت جانكشنز دي اللي السهم بيشاور عليها ما بتعديش بسهوله اي حاجه جايه لنا من الكوريو كابيلاريز عشان تحافظ على الريتينا ريلاتيفلي دراي. طيب دي اسمها اوتر بلود ريتينال بارير، يعني معنى كده ان في انر بلود ريتينال بارير. الانر بلود ريتينال بارير ده موجود في الكابيلاريز اللي هي موجوده في الريتينا، ده موجود في التايت جانكشنز اللي موجوده في الريتينال بلود فيزلز. يبقى لو حصل ديستراكشن للاوتر او الانر بلود ريتينال بارير ده اللي هيعمل لي ريتينال اديما. وكمان الريتينال بيجمنت ابيثيليوم مسؤول عن الريجنريشن اوف ذا فيجوال بيجمنت، زي ما قلنا الفيجوال بيجمنت اللي موجود في الاوتر سيجمنتس في الرودز اند كونز بتمتص او بيعملها فاجوسايتوزس في الريتينال بيجمنت ابيثيليوم وريسايكلينج ان هي ترجعها تاني مكانها، وفي البروسيس دي بتستهلك فيتامين A اللي هو موجود في الجزر اللي بيقوي النظر. ادي الريتينال بيجمنت ابيثيليوم اول سيلز. طيب الفوتو ريسبتورز بقى اللي هي اهم حاجه في، طبعا كلهم مهمين بس هي دي المهمه اللي انا بتبدا منها الكيميكال بروسيس اللي بتنتهي ان انا بشوف. اما اللايت يقع على الريتينال فوتو ريسبتورز دي، الاوتر ديسكس دي اللي هي الاوتر سيجمنتس اللي كانت موجوده بين المايكروفيلاي اوف ذا ريتينال بيجمنت ابيثيليوم هي اللي بيحصل فيها الكيميكال بروسيس، وبالتالي تبدا الاشاره السيجنال اللي هي بتنتقل للانر سيجمنت وللبليكزيفورم لايرز وللجانجليون سيل لايرز وتنتقل في الريتينال نيرف فايبر لاير لغايه ما توصل تعدي في الفيجوال باث واي لغايه ما توصل للسيريبرال كورتكس. وبالتالي الفوتو ريسبتورز دي في منها نوعين رودز اند كونز، وقلنا من اسمها الكون عامله زي كيمو كونو اللي هو الايس كريم كونيكال ان شيب، انما الرودز سلندريكال ان شيب. في فروقات ما بينهم شكليه وفروقات فانكشنال كمان. الكونز بتبقى ثيك اند شورت والرودز ثين اند لونج من اسمها بيفسرها. والكونز دي مسؤوله عن الكالر فيجن وعن الداي فيجن، وبالتالي اما اعرف الفانكشن بتاعتها دي اقدر اعرف هي موجوده فين. انا في البرايت لايت اما يكون بالنهار والشمس طالعه البيوبل بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ البيوبل بتبقى نارو، بتبقى مايوتك، بتبقى ضيقه، وبالتالي اللايت الواقع من البيوبل هيقع على ايه؟ هيقع على الفوفيا اللي هي السنتر، فاكرين ما قلنا السنتر اوف ذا ريتينا اللي هي دي. اما يكون البيوبل بتاعتي ضيقه فاللايت بتاعي هيقع على الماكولا وخاصه على الفوفيا. وبالتالي انا في النهار عشان اشوف كويس انا محتاج الخلايا اللي هي موجوده هنا تبقى الخلايا اللي مسؤوله عن الدي لايت، وعشان كده الكونز هنلاقيها موجوده مور نيومرس اكتر بكل ما اقرب من السنتر. يعني هنا هتلاقي فيه مثلا رودز اند كونز، كل ما ادخل ناحيه السنتر اوف ذا ماكولا هتلاقي الكونز بتزيد قوي والرودز بتقل، لغايه ما اوصل عند الفوفيولا الاقيها كلها كونز مفيش رودز خالص، لان انا هنا ده السنترال فيجن، انا عايز هنا البرايت الدي فيجن، عايز هنا الكالر فيجن. انما كل ما ابعد الاقي الرودز زادت، اما اوصل للبريفري اوف ذا ريتنا هلاقيها موستلي رودز. يبقى انا عرفت شكلها وعرفت هي موجوده اكتر فين وعرفت هي الفانكشن بتاعتها ايه. الفيجوال بيجمنت بقى اللي موجود هنا اسمه ايودوبسين، هنا اسمه رودوبسين. طيب ادي الفوتو ريسبتورز. الانر نيوكليير لاير بقى، يبقى احنا قلنا اوتر فايف لايرز على فكره لغايه دلوقتي، قلنا الريتينال بيجمنت ابيثيليوم والاكسترن والفوتو ريسبتورز والاكسترنال ليميتنج ممبرين والاوتر نيوكليير لاير والاوتر بلكزيفورم لاير، هنوصل بقى للانر نيوكليير لاير. ودي عرفناها اللي هي الباي بولر سيلز، باي بولر لها تو بولز، بتاخد السيجنالز من الفوتو ريسبتورز وتنقلها للجانجليون سيلز.
ادي البول هنا اوتر انر بول واوتر بول. والبايبولر سيلز دي بتجمع يعني مثلا 5 أو 10 خلايا رودز كده يشتركوا مع بعض ويبعتوا السيجنالز بتاعتهم لبايبولر سيل واحده. الكلام ده كل ما اقرب من السنتر اوف ذا ماكولا اللي هو الفوفيولا الاقي ممكن كل كون واحده بس تدي بايبولر سيل واحده بس، وده بيخلي السيجنالز يعني مكثفه ومفصله قوي عشان برضو السنترال فيجن اللي انا محتاجه. انما كل ما ابعد الاقي كل ما ابعد ناحيه البريفري اوف ذا ريتنا الاقي مثلا كل 20 رود اتجمعوا في بايبولر سيل واحده بس، لان الديتيلز بتاعت الصوره اللي في البريفري مش باهميه الديتيلز بتاعت الصوره اللي في السنتر. عرفنا ان في خلايا تانية اللي هي المولر سيلز، وشايفين المولر سيلز خلايا طويله موجوده في الانر نيوكليير لاير وهي اللي بتحافظ على كومباكتنس اوف ذا ريتنا، بتبعت الانر ليميتنج ميمبرين والاوتر ليميتنج ميمبرين. وعرفنا لما بيتقطع يبقى البروجنوزس بتاع الماكلر قديمة بيبقى فيري بور. في سيلز تانية اللي هي الاماكرين والهوريزونتال سيلز اللي هي بتعمل كونكشنز بقى بتوين البايبولر سيلز اللي موجوده في الانر نيوكليير لاير. اخر طبقه من الخلايا هي الجانجليون سيل لاير. الجانجليون سيل لاير بتاخد من البايبولر سيلز، وتاني الجانجليون سيل لاير ممكن تاخد من اكتر من بايبولر سيل. انما اما اقرب من السنتر في الفوفيولا هلاقي كل جانجليون سيل بتاخد من بايبولر سيل واحده، بتاخد من كون واحده عشان التفاصيل بتاع الصوره هنا انا محتاجها. الجانجليون سيل لاير دي اما بتاخد من البايبولر سيلز اللي هي واخده من الفوتوريسبتورز بتنقل السيجنالز بتاعتها في الريتينال نير فايبر لاير، وبتمشي الريتينال نير فايبر لاير هي الاكسونز بتاعتها بتعدي من الاوبتيك نيرف والديكاسيت. فاكرين النيزل فايبرز بالديكاسيت في الاوبتيك كياز وتمشي في الاوبتيك تراك لغايه ما توصل للاترال جينيكوليت بودي، وبتسافر الاكسونز دي بتسافر مسافه طويله جدا من الجانجليون سيلز لغايه ما توصل للاترال جينيكوليت بودي. كده انا عرفت اللايرز بتاعت الريتنا وعرفت الخلايا وعرفت رسمتهم، اعتقد الموضوع كده بقى سهل ان شاء الله. البلاد سبلاي اوف ذا ريتنا طبعا هو السنترال ريتينال ارتري اللي هو جاي من الاوفثالميك ارتري اللي هو من الانترنال كاروتيد. السنترال ريتينال ارتري ده بيسبلاي الانر 5 لايرز بس. لو جينا تاني رجعنا للصوره دي، ادي السنترال ريتينال ارتري بيطلع من الاوبتيك ديسك بالديفيجنز اللي هو الاركيد سواء تمبرال او النيزل الابر او اللور، وبيعمل الارتريولز والكابيلاريز وهكذا. ده بيغذي الانر 5 لايرز بس اللي هي ناحيه الفيتريس. طب الاوتر 5 لايرز دي بتاخد منين؟ الاوتر 5 لايرز بقى بتاخد من الكرويد، ده هي تحتها سينك اوف بلاد فيزل، مستنقع بلاد فيزل من الكوريو كابيلاريز. في حاجه اسمها سيليو ريتينال ارتري. سيليو ريتينال، سيليو من اسمه يعني له علاقه بالسيليري سيركيوليشن. ده ارتري بيبقى موجود تقريبا في 20% من الناس نورمال، يعني نورمال تلاقي 20% من الناس عندهم السيليو ريتينال ارتري. ده السنترال ريتينال ارتري موجود في الناس كلها، انما 20% من الناس بيبقى معاهم بالاضافه للسنترال ريتينال ارتري بيبقى معاهم حاجه اسمها سيليو ريتينال ارتري. الحقيقه السيليو ريتينال ارتري ده مهم جدا الكلينيكال ابلكيشن بتاعه. البوستيريور سيليري ارتريز بتقوم بعت برانش كده اسمه سيليو ريتينال ارتري، وده بيسبلاي الريتنا. ايه الكلينيكال ابلكيشن بتاعه بقى؟ اما هنشوفها في حاله السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. لو حصل اوكلوجن للسنترال ريتينال ارتري طبعا النظر هيضيع لان المغذي الرئيسي للريتنا مات للانر 5 لايرز، وبالتالي الانر 5 لايرز هيموتوا. الانر 5 لايرز ده كان موجود فيهم ايه؟ كان موجود فيهم الجانجليون سيلز اللي هي هتنقل السيجنالز في الريتنا نير فايبر لاير وتسافر في الاوبتيك نيرف زي ما قلنا، وبالتالي لو ماتت مش هشوف. عشان كده السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن بيؤدي للنو بيرسبشن اوف لايت، بفقد النظر. لكن الناس بقى ال 20% من البشر اللي هم عندهم السيليو ريتينال ارتري دول محظوظين انف ان هو لو حصل اوكلوجن للسنترال ريتينال ارتري ان هو مازال السيليو ريتينال ارتري، السيليو ريتينال ارتري ده على فكره بيغذي الماكيولا بس، هيشوف 6 على 6 زي ما هو، لان هو السنترال ريتينال ارتري اتقفل وبالتالي كل الريتنا ماتت ما عدا الماكيولا اللي هي بتتغذى من السيليو ريتينال ارتري اللي هو محظوظ ان هو من ال 20% من البشر دول مازال فيها بلاد سبلاي، وبالتالي هيشوف هيبقى 6 على 6. او بقى بالعكس الناس اللي عندهم السيليو ريتينال ارتري دول لو حظهم اللي مش حلو وحصل اوكلوجن للسيليو ريتينال ارتري ده هيفقد السنترال فيجن، انما البريفرال فيجن اللي هو بيتغذى بالسنترال ريتينال ارتري مازال موجود، فبالتالي هيبقى عنده سنترال لارج سكوتوما
الماكولا كلها ماتت انما البريفري ما زال موجود. ده اهميه الكلينيكال ابلكيشن اوف سيليو ريتينال ارتري. طيب فاكرين لما قعدنا نوجع دماغنا ونقول ان في ماكولا وفوفيولا وفوفيا وامبو والكلام ده ليه بقى؟ يعني احنا ليه خصينا بالذكر الفوفيا؟ لان الفوفيا دي هي السنترال بارت اوف ذا ماكولا، هي اللي بشوف بيها السنترال بارت اوف ذا ايمج، محتاج النظر يكون فيها very crisp, very sharp and very colored. وبالتالي انا لازم ربنا سبحانه وتعالى عمل modification للريتنا هنا. زي ما انتم شايفين الريتنا هي كانت very thick لان هي فيها 10 layers، كل ما اقرب من السنتر من الفوفيا هلاقيها بقت very thin، هلاقي thinner. طب ليه بقى الاقيها thinner؟ لان انا عايز اشيل طبقات كتير من الخلايا عشان اللايت يقع دايركتلي على الفوتو ريسبتورز. شايفين ادي الكونز بقى ما بقاش فيه رودز، شايفين الرودز هنا؟ جينا عند الفوفيا ما بقاش فيه رودز. يبقى ده اول تغيير، ان الفوتو ريسبتورز بقت اونلي كونز واللايت واقع دايركتلي عليها. امال بقيه الخلايا دي راحت فين؟ بقيه الخلايا دي زي اللي هي البايبولر سيلز والجانجليون سيلز كلها مشيت ناحيه البريفري. هنا بقى الاكسونز بتاعت البايبولر سيلز بقت ماشيه ناحيه البريفري كده عشان تفضي السنتر بتاع الفوفيا، يبقى موجود فيه فوتو ريسبتورز بس اللي هو الكون بس عشان اللايت يقع على الكونز دايركتلي فاقدر اشوف بسهوله وبوضوح. يبقى اللي حصل ان الفوتو ريسبتورز بقت اونلي كونز، ما بقاش فيه بايبولر ولا جانجيول سيلز، وما بقاش فيه بلاد فيزلز كمان. البلاد فيزلز واقفه هنا، بقى فوفيال ايفاسكولار زون ما بقاش فيها بلاد فيزلز عشان برضو البلاد فيزلز دي ما تعكسش النور وهو داخل على الفوتو ريسبتورز. اخر حاجه الريتينال بيجمنت ابيثيليوم. بقى الريتينال بيجمنت ابيثيليوم المصنع هنا بتاع الكونز اللي هي شغاله بوضوح وبدقه محتاج يكون مصنع تقيل بقى، مصنع شديد، مصنع جامد. عشان كده الريتينال بيجمنت ابيثيليوم هنا هتبقى مور بيجمنتد، فيها بيجمنت كتير قوي، فيها ميلانين بيجمنت ومور ستاكت توجذر، ملزقه في بعضها عشان يبقى البوبوليشن بتاعها كتير، وتولر عشان المصانع هنا شغالة بكفاءة عالية وبجودة أعلى من المصانع الريتينال بيجمنت ابيثيليوم اللي حواليها عشان تخدم السنترال بارت اوف فيجن. طيب يعني أنا كده خلصت الأناتومي. يعني حاجات بقى كلينيكال ابلكيشن برضو، أنا الريتينا دي أنا عرفت خلاص الأناتومي بتاعها جراس ومايكروسكوبيك، أنا بقى كلينيكالي بشوفها إزاي؟ والله لو أنت أوفثالمولوجيست عادي هتشوفها بحاجة اسمها أوفثالموسكوب، سواء إن دايركت او دايركت او على السليت لام مع العدسه زي عدسه مثلا 90 او 78 ديوبتر. وكنا قلنا الاندايركت اوفثالموسكوب بيتشاف باينوكولر وبحتاج احط له قطر التوسيع، وان كان في اجهزه برضو ممكن اشوف من غير قطر التوسيع، انما هو ميزته ان انا بشوفه باينوكولر. الدايركت اوفثالموسكوب دايركت بقى ده بشوفه مونوكولر، وده ما بيحتاجش قطر التوسيع، بس يعني عيبه ان انا بشوف مونوكولر وكمان بقى قريب قوي من وش العيان. طبعا الصور دي كلها المفروض يتحط لها ماسكات في الايرا اللي احنا فيها. الستيت لامب ميزته ان انا بشوفه باينوكلر ومش محتاج قطره توسيع. اوفثالموسكوب من اسمه اوفثالمو يعني عين، وسكوب يعني منظار العين، ده اللي بشوف بيه الفندس. ده لو انت اوفثالمولوجيست شخص انسان طبيعي عادي، انما لو انت يوسف الشريف في كوفيد 25 هتشوفه بترش، وده احنا طبعا بيوند اور كابابيلتيز. طيب لو انا عايز افحص الاستراكشر اوف ذا ريتنا هشوفها بعيني بريتنوسكوب باوفثالموسكوب انا اسمه. انما لو انا عايز بقى اشوف الفانكشن اوف ذا ريتنا، هو ايه هي الفانكشن اوف ذا ريتنا؟ ان انا النظر. بس كلمه النظر دي ده للعامه والغوغاء، انما احنا كاوفثالمولوجيست بقى لا، النظر ده بنقسمه الفيجوال اكيوتي اللي هو 6 على كام يعني، وده مثلا على سنيلن تشارت. انما في حاجه اسمها كونتراست سنسيتيفيتي. كونتراست اللوحه بتاع الكونتراست سنسيتيفيتي اللي هي البيلي روبسون تشارت دي انا ما بشوفش بيها العين شايف 6 على كام. لو انتم شايفين الليترز اللي موجوده كلها نفس الحجم، وبالتالي انا مش بشوف فيجوال اكيوتي. انما الكونتراست بتاعها الفرق بين الاسود والابيض عمال يقل 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 لغايه ما تقريبا يختفي هنا، ما بقتش شايفه. انا مثلا اخر حرف شايفه هنا هو حرف الزد ده، لو انت قربت من الشاشه كويس يعني. الكونتراست سنسيتيفيتي انا ممكن الاقي عيان شايف 6 على 6 بس الكونتراست مش يعني هو مش مستريح. في حالات مثلا الايرلي كاتراكت، الايرلي كاتراكت تلاقي العيان شايف 6 على 6 بس مش بيقول لك انا مش مستريح، مش حاسس ان انا الكواليتي اوف فيجن بتاعي مش كويس، فتحطه على البالي روبسون شارت تلاقيه ما بقاش شايف حرف. انتوا شايفين حرف الزد ده ولا انتوا عندكم مشكله في الكونتراست سنسيتيفيتي؟ تلاقيه مثلا شايف لغايه حرف الاتش ده. طيب تالت حاجه اللي هي الكالر فيجن، والكالر فيجن ده زي مثلا الاشيهارا بوكليت ده اللي هو النمبرز اللي مكتوب عليه 25 و6 و8 45 29 56،
الاشهارة color plates دي انا بشوفها للفانكشنز بتاعت الريتنا وبتاع الاوبتيك نيرف كمان. والفيجوال فيلد اللي هو البريمتري ده الهومفري مثلا بريمتري، ولو فاكرين احنا قلنا الفيجوال فيلد بيستخدم في الجلوكوما وكان له استخداماته برضه في الريتنا بستخدمه. ولو انا عايز اشوف السنترال بارت اوف ذا ريتنا ما تنسوش ان بطلب 10-2 فيجوال فيلد. طيب الانفستيجيشنز بقى، العيانين بتوعنا لو انا عايز ابعتهم يعملوا فحوصات لها علاقه بالريتنا برضه بعمل انفستيجيشنز للستراكشر والفانكشن اوف ذا ريتنا، ودي هنشوفها بغزاره وكتير جدا في الديابيتك ريتينوباثي وفي مثلا الماكيولار ديجنريشنز وفي الهايبرتنسيف ريتينوباثي. لو انا عايز اعمل اكزامينيشن او انفستيجيشن للستراكشر اوف ذا ريتنا انا في حاجتين مهمين قوي اللي هو الفلورسين انجيوجرافي والاو سي تي او اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي. الفلورسين انجيوجرافي ده زي ما انتم فاكرين كنت بحقن صبغه في الـ With fluorescein angiography, a small amount of yellow dye is injected into your arm where it circulates through all the blood vessels in the body, including those in the retina. A special camera with a blue flash is then used to take a series of pictures of the retina. Any blood vessels that have been affected by NPDR will show up in these images, as well as areas of abnormal leakage or ischemia. زي ما سمعنا من الفيديو ده ان انا بحقن الفلوريسين ده في الفين في الارم بيمشي في السيركيليشن وبيوصل للريتنا وهو اللون الابيض اللي انا شايفه في الريتينال فاسكولار تري. شايفين السنترال دي افاسكولار ازاي اللي هي الفوفيال افاسكولار زون لونها اسود لان البلاد ما مشيش فيها وبالتالي الصبغه ما مشيتش فيها. طب انا بستفيد ايه من الفلوريسين انجيوجرافي؟ لو الريتينال بلاد فيزز دي نون هيلثي وبيحصل منها ليك، فاكرين احنا قلنا ان في حاجه اسمها inner blood retinal barrier اللي هو موجود في الريتينال بلاد فيزلز، وده بيبقى فيه تايت جانكشنز بتمنع الليك، ما ينفعش يحصل ليك هنا ولا يحصل اديمه. وبالتالي لو حصل ليك وحصل ريتينال اديمه زي الدايابيتيك ريتينوباثي مثلا، زي ما البلاد خرج هيخرج بالفلورسين انجيوجرافي وهيلاقي الحته دي بقى لونها ابيض ما بقاش لونها باللون ده. وده بيفيدني في حالات الدايابيتيك ريتينوباثي او في حالات الفاسكولار ريتينوباثي بشكل عام، دايابيتيك بقى هايبرتنسيف ديجنريتيف. عيب الفلورسين انجيوجرافي ان هو انفيزيف، ان انا بحقن الفلورسين وفي بعض الناس بيجي لها انافلاكتيك شوك من الفلورسين دي، عشان كده هيعملوا حاجه او عملوها فعلا اللي هي او سي تي انجيوجرافي زي ما هنقول بعد شويه. طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن اعمل بيها انفستيجيشن للستراكشر اوف ذا ريتنا اللي هو الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، وده بقى ما فيهوش حقن، ده انا بحط قطر التوسيع للعيان واحيانا بيتعمل من غير قطر التوسيع كمان في بعض الاجهزه، وبصور الريتنا بالجهاز الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي. كان يعني البرنسبل القديم بتاعه ان هو بيبعت اللايت ريز، واللايت ريز دي بتحصل لها ريفلكشن من على سطح الريتنا ومن على كل اللايرز اوف ذا ريتنا، وبعد كده هو بيرسم لي بقى كات سيكشن فيها بحاجه اسمها سودو ماب. السودو ماب طبعا احنا شبكتنا مش ملونه بالالوان دي، لا هو بيلونها لنا عشان اعرف افرق بين اللاير. زي ما شايفين هو عمل البيجمنت ابيثيليوم والفوتو ريسبتورز والبايبولر والجانجليون سيلز، كل واحدة طالعة بلون عشان أنا أعرف أشوفها بعناية بسهولة. وهيبين لي مثلا لو في إديمة موجودة هنا، لو في ثيننج موجود، إنما هو طبعا هو الاثنين الأو سي تي والفلورسين أنجيوجرافي بيكملوا بعض، لأن هنا لو في مثلا بلاد فيزل في ليك هو هنا مش هيبين لي الليك، لأن هو جاست بياخد كات سكشن وخلاص، إنما الفلورسين هو اللي هيبين الليك. هو ميزته إن هو نون انفيزيف وبالتالي مفيش حقن بحقنها للعيان، فمش خايف إن يحصل له مثلا ألرجي أو أنافلاكسيس من الصبغه اللي انا بحقنها له. الحاجه بقى الحديثه الاحدث من الاو سي تي اللي هو الاو سي تي انجيوجرافي. الاو سي تي انجيوجرافي هو جهاز زي الاو سي تي بالظبط، بس شايفين اسمه كمان انجيوجرافي، يعني هو بيلقط البلود فيزلز اللي موجوده في الريتنا، وهو بيعتمد الجهاز ده بيعتمد ان هو بيصور حركه البلود سيلز، السيلز الموجوده في البلود اللي ماشيه في البلود، هو بيديتكت الحركه بتاعتها وما يعمل لها ديتكشن يعرف ان في بلود فيزلز موجود هنا. ده اسمه او سي تي انجيوجرافي. تالت حاجه في الاستراكشر اوف ذا ريتنا ومهمه جدا هي البي سكان الترا ساوند، ودي كنا خدناها مثلا في الكاتراكت، ان لو واحد عنده دنس كاتراكت او دنس كورنيال اوباسي او فيتريس هامرج وانا مش عارف اشوف الريتنا، مش عارف اشوفها بالاوفثالموسكوب بعيني، وبالتالي لو انا مش عارف اشوف بالاوفثالموسكوب اكيد يعني مش هصوره فلوريسين ولا هصوره او سي تي لانها مش هشوف برضه. فعشان كده انا عايز اشوف الاستراكشر بتاع الريتنا، هل الريتنا دي اتاتشد ولا ديتاتشد، يعني لو عيان عنده دنس كاتراكت او دنس كورنيال اوباسيتي وانا هدخله اعمل له عمليه هشيل له الكاتراكت ده او هعمل له كيراتوبلاستي، انا عايز اعرف هل الشبكيه في مكانها
ولا شبكيه ديتاتشد لان العمليه تختلف تماما. لو شبكيه في مكانها ادخل اشيله الميه البيضه بس، انما لو الشبكيه مش في مكانها يبقى اشيله الميه البيضه واعمل فيتراكتومي كمان وارجع الريتنا دي مكانها، وبالتالي بعمل السونار اللي هو البي سكان الترا ساوند عشان اشوف حاجات كتير من ضمنها الريتنا ديتاتشمنت، من ضمنها مثلا لو في تيومرز موجوده زي الميلانومز مثلا. وكنا بنقول يعني للشباب في لما نيجي ندرس لهم ان انت زي الام الحامل مثلا، انت عايز تطمن على الجنين، انت مش شايفه بعينيك فهتشوفه بالالترا ساوند، انت مش شايف الريتنا بعينيك عشان مثلا دنس كاتراكت فهتشوفه بالالترا ساوند. اخيرا بقى بعمل انفستيجيشن للفانكشن اوف ذا ريتنا ازاي. الحاجه اسمها الكترو ريتينوجرام اللي هو الاي ار جي. عارفين انتوا الاختصار ده اي ار جي، زي مثلا الاي سي جي، زي الاي اي جي، زي الاي ام جي. ده بيديتكت الكهرباء اللي ماشيه في الاستراكشر اللي انا بشوفه، زي مثلا الاي سي جي ده الكهرباء اللي ماشيه في الكارديو في الـ في الـ في الـ في الهارت، الاي ام جي في المسلز، الاي اي جي الكترو انكيفالوجرام اللي هو في البرين. لو انا عايز اشوف الكهرباء اللي ماشيه في الريتنا اللي هو الاي ار جي الكترو ريتينوجرام. وده بستخدمه امتى؟ ده له استخداماته. عارفين مثلا في اطفال، لو طفل انا عايز اشوف الطفل ده عينيه بتشوف ولا لا، والطفل مش بيتكلم نون فيربال لسبب مثلا صغر سنه، او ان هو مثلا عنده ليرنينج ديسابيليتي وبالتالي مش عارف اشوف نظره على لوحه العلامات مثلا، فبقوم موصل الكترودز دي في اماكن معينه ليها وبعمل له فيجوال ستيميوليشن، بحطه مثلا قدامه صوره او نور او شاشه ويبص عليها. لو هو شايف هتمشي السيجنلز في، فاكرين السيجنلز اللي شفناها دي، هتمشي السيجنلز في الفيجوال باث واي، وهقدر اقيس الكهرباء بتاعتها والجهاز بيرسمها لي في شكل الويفز دي. لو لقيت الويفز دي فيها مشاكل او مش موجوده يبقى هنا في مشكله في الفانكشن اوف ذا ريتنا، ده الالكترو ريتينوجرام. يبقى بستخدمه كممكن اشوف بيه او اسس بيه الفيجن لو عيان نون فيربال، او ممكن لو حالات فيها ريتينال ديجنريشنز هنشوفها قدام زي ريتينايز بيجمنتوزا مثلا. دي كانت المحاضره بتاع الريتينال اناتومي، حاولت اعمل كلينيكال ابلكيشن ليها كمان. بالتوفيق ان شاء الله، وادخلوا بقى على الباثولوجي. يلا ربنا معاكم.